تقبل الله صيامكم وقيامكم. اليوم في سلسلة اكتشافات غيرت العالم رح نتحدث عن أمر كثير هام في موضوع الملاحة وهو البوصلة. لكم تتخيل لو ما فيش بوصلة شو كان صار؟ خلينا نحكي عن بعض الأمور الهامة نبدأها. شو تعريف البوصلة؟ البوصلة هي أداة لتحديد اتجاهات الأرض أو الاتجاهات بالنسبة لقطبي الأرض، ولم تستبدل إلا مؤخرا بواسطة أجهزة حديثة ونظام تحديد المواقع العالمي اللي هو الجي بي اس. المسلمين العرب كانوا أول من اخترع البوصلة المغناطيسية تحديدا، وهي تعد أحد الاختراعات العظيمة في تاريخ الحضارة الإسلامية والعربية. ليش؟ لأنه الإنسان كان سابقا يعتمد على رحلاته الاستكشافية أو في رحلاته الاستكشافية على تطلع إلى السماء لمعرفة الاتجاهات وكيفية استكمال الطريق. ففي النهار يعتمد على وجود الشمس، وفي الليل يعتمد على النجوم. ولكن ماذا إذا جاء الطقس يغطي ذلك الأمر؟ فكانت هذه الرحلة تتعطل. البوصلة المغناطيسية كانت هي من أهم الاختراعات، والمزيد عن هذا الموضوع تجدوه في طقس العرب. إلى اللقاء.